المرصد الوطني لتخليق الحياه العامه ومحاربه الفساد للمغرب. اليوم كما كتشوفوا حنا حاضرين لمتابعه اطوار ملف قضيه البيدوفيل ديال سطات، واللي كان ضحايا ثلاثه الاطفال قاصرين تم استغلالهم من طرف شخصين. الشخص الاول اللي كان كفلاح كان كيستدرجهم لمناطق الخلاء بمنطقه ولاية سعيد، واللي تم تنسيق بعد الايقاع ديالو وتبين ان الواقعه ديالو من طرف احدى الامهات اللي من هاد الضحايا عبر تطبيق الواتساب اللي كانت عندهم واحد المجموعه ديال الواتساب واللي كانوا كيتراسوا فيها مع هاد المتهم الاول. بطبيعه الحال النيابه العامه مشكوره في شخص السيد وكيل العام لجلاله الملك محكمه سيان سطات على تتبع هذا الملف، وبالفعل اعطى تعليمات للشرطه القضائيه اللي نسقت مع مركز درك الملك ولاية سعيد، وتم القبض على المتهم الرئيسي الاول اللي تم اقتياده صوب ولايه الامن سطات وفتح تحقيق في هذه النازله. السن ديال الاطفال يتراوح ما بين 15 ل 16 سنه سنه 2008، وكيدرسون باحدى المؤسسات العموميه بمدينه سطات. الجاني يصل الى العمر ديالو الى 70 سنه. والمتهم الثاني لتوبع كذلك توفي صك الاتهام ديال تغرير قاصر ومحاولة الهتك ومحاولة كذلك التجار في البشر من طرف السيد وكيل العام جلالة الملك، اللي تم إحالة بدورهم على السيد قاضي التحقيق اللي سيتم أول جلسة اليوم لجلسة اللي تم فيها جلسة تمهيدية. من بعد غادي يكون نتابعوا هذا الملف اللي اثر الراي العام السطاتي. بطبيعه الحال اليوم حنا كنعيشوا في واحد الواقعه ديال البيدوفيل اللي كيعيش وسط المجتمع المغربي. الاشكال ديال المجتمع اليوم هنا حنا عندنا كنعطيو واحد الاشاره الى الاسر المغربيه، لابد على ان التربيه الاسريه من الاهم والاولويات ديال الوالدين، خصهم يردوا البال لوليداتهم. يعني الوليد ولا البنيه خصو يعرف باه ولا امه فين كيمشي. اليوم حنا امام جريمه نكراء، كنشوفوا شخص مسن كيستدرج مجموعه من الاطفال اللي في قسم واحد مؤسسه باحدى المؤسسات العموميه بمدينه سطات. الوضع خطير ولا بد على انه ينال الجزاء ديالو. الحمد لله النيابه العامه توبعته بجريمه التجار في البشر، وكذلك الطرف الثاني بمحاوله التجار وهتك عرض قاصرين. لي كان الامر على ان النيابه العامه حالته على قاضي التحقيق. نتمنى ان شاء الله تكون الامور عما قريب في الجلسات المقبله على قاضي التحقيق نشوفوا الصكوك الاتهام اللي غادي يواجهوا بها السيد قاضي. للاسف كنقولوا حنا الوالدين ما حاولوا انهم النفسيه ديالهم باقي لحد انا مصدومين من الواقعه، ما قدروش يعطوا التصريحات ديالهم. غالبا انا كنقول اقر على هذا الكلام ان الامهات ما كيراقبوش الوليدات ديالهم، لان الوليد ملي كتشوفي التصرفات ديالو اللي ماشي هي الاولى، والهاتف النقال خاص طالع عليه الاب ولا الام ديالو دائما يشوفوه، سواء البنت سواء الولد، باش يعرفوا الولد مع ما كيتواصل، الدري فين كيخرج، التوقيت ديالو. هذه ولات عندنا واحد الظاهره كبيره ان الدري عنده 16 عام 14 عام عنده تليفون ايفون. إذا ما بالك أن الدري يقدر أي واحد يستغله بطريقة ذكية ماديا وبطرق اللي ممكن يوصل ليه، سواء البنت أو الولد، وكيستدرجوا واحد المجموعة ديال الوحوش الآدميين كيتجولوا وسط المجتمع المغربي. إذا إن شاء الله نتمناو حنا متبعين الملف غادي يصدر بيان بشكل رسمي للرأي العام الوطني من طرف المرصد، وغنتبعوا الملف حتى ان شاء الله ينال الجزاء ديالهم هاد المتهمين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.